اللي بتغذي جسمنا، الجزر والخيار، كل الحاجات دي بتساعد ان الشعر، ان جسم الانسان يتغذى، فبالتالي الشعر هيتغذى. الوصفة دي بتتكون من زيت الخروع، زيت اللوز الحلو، بتتكون من زيت الغار، زيت الزيتون. اللهم صل على سيدنا النبي. هنجيب الزيوت دي 30 مللي من كل نوع ونقلبهم على بعض ونحطهم حمام زيت على شعرنا مرتين اسبوعيا، نفس طريقة حمام الزيت اللي قلناه قبل كده. وصفة تانية طلبت مننا ان الشعر جاف او ينقصه الرطوبة او الترطيب. الوصفة دي هتتكون من كذا عنصر او كذا مركب. الوصفة دي اعتبروها كرياتين. الكرياتين الناس بتدفع فيه فلوس كتير وبيبقى فيه مشاكل بعد كده، ان هو بيبوظ الشعر او فروة الشعر، وبعد كده الشعر بينشف او بيتحرق. هنعمل كرياتين طبيعي من الطبيعة، وصفة مش هتكلفنا اكتر من 2 جنيه او 3 جنيه. الوصفة دي هتتكون من ايه؟ الوصفة دي هنجيب معلقة من بذر الكتان، وهنجيب معلقة من حب الرشاد، وهنجيب قرنين من البامية او الويكا. هنجيب قرنين من البامية سواء كانت ناشفة او خضراء، ونقطعها قطع صغيرة، وهنحط كنكة فيها رطل مية على النار. اول ما المية تغلي بنحط قرنين البامية، وهنحط معلقة حب الرشاد، وهنحط معلقة بذر الكتان دقيقة واحدة، ونطفي عليهم عشان المزيج ما يتحولش الى جيلي، وهنصفيهم بمصفى، وهناخد السائل ده نحطه في برطمان جوه التلاجة، وهنعمل منه حمام او لوشن للشعر. هنغرق الشعر بيه، وهندلك فروة الراس عشان ننشط الدورة الدموية، وفروة الراس تشرب الخليط اللي احنا عملناه. الخلطة دي هنعملها مرة او مرتين اسبوعيا. الخلطة دي هتغذي فروة راسنا جدا جدا جدا. خلطة غنية بالبروتين، غنية بالكرياتين، غنية بالاملاح، غنية بالمعادن، غنية بالعناصر الغذائية اللي هترطب فروة الراس وهتخلي شعرنا زي الحرير. الخلطة دي ممكن بعد كده اللي احنا خليناه في البرطمان، ممكن الناس او الشباب اللي بيحطوا جل يستخدموه بدل الجل. هيثبت شعرك، هيخلي شعرك لامع، هيخلي شعرك قوي، هيحافظ على شعرك من التساقط. استغنى عن الجل الصناعي اللي بيبوظ شعرنا وبيخلينا نزلح بعد كده او نقرع بعد كده. بالخلطة دي اعملها وخليها في تلاجتك واستخدمها بدل الجل. الناس برضك اللي بتستخدم الجل، جبت لكم وصفة تانية بديلة للجل، وهي جل الصبار او جل الاوليفيرا. جل الصبار او جل الاوليفيرا، تعالوا مع بعض نشوف كده جل الصبار او جل الاوليفيرا. هنجيب جل الصبار اللي هو اي منتج من جل الصبار، او هنجيب الصبار الطبيعي العادي، وهنفتح الصبارة بس نجيب صبار نوع الاوليفيرا.